أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. نفتتح بداية الأسبوع مع مجموعة جديدة من الملفات الساخنة والموضوعات المتفرقة، نبدأها بالعناوين الرئيسة. في نيويورك تايمز، واشنطن تبحث عن طريقة الأمثل للتعاطي مع إسلام أباد، وفي الاندبندنت طريق العراق إلى الاستقرار لا يزال شاقا. والآن نستعرض إياكم من خلال جولة سريعة على العناوين الأخرى، نبدأ التعرف عليها من الصحف الأمريكية. نيويورك تايمز، إضراب عمالي في مصنع ياباني بالصين. الواشنطن بوست، الولايات المتحدة قد توجه ضربة عسكرية لباكستان. ومن الانترناشنال هيرالد تريبيون، الحزب الشيوعي التشيكي يأمل في العودة إلى السلطة. والآن مشاهدينا وقفة مع عناوين الصحف الفرنسية، جاءت على النحو الآتي: لوموند، برنامج البرازيل النووي يثير الشكوك في إشارة إلى الاتفاق البرازيل التركي مع إيران. ومن لو فيجارو، قمة فرنسية أفريقية بعد استقلال دول القارة السمراء. ليبراسيون، اليهود الذين ينتقدون إسرائيل في إشارة إلى انتقاد يهود أوروبيين لسياسة التوسع الاستيطاني. ماذا حملت لنا الصحف البريطانية من عناوين نتعرف على التالي منها؟ التايمز، وضع إسبانيا المالي يثير قلق اليورو. ومن الجارديان، يمين متشدد جديد في بريطانيا. الاندبندنت، مذبحة في باكستان في إشارة إلى تعرض مسجدين لهجمات انتحارية في مدينة لاهور. أخبارنا المتفرقة لحلقة اليوم مشاهدينا نستهلها من صحيفة الديلي تيليجراف، مع دعوة قضائية رفعتها إحدى المسافرات تطالب فيها شركة طيران يونايتد إيرلاينز الأمريكية بدفع تعويض لها لأنها تعرضت للحجز والتحقيق معها لمدة 4 ساعات بعدما كانت قد نامت خلال رحلتها ولم تغادر الطائرة مع الركاب عند الهبوط. ومن الديلي تيليجراف، متابعة لتصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول، الذي دعا فيها لوضع حد لمنح الأطفال الذين يولدون من مهاجرين غير شرعيين الجنسية الأمريكية في شكل تلقائي كما يحدث الآن. من الديلي ميل، قصة طريفة تروي تجربة طاه بريطاني قرر الاستفادة من درجة حرارة محرك سيارته العالية خلال رحلته من مدينة إلى أخرى استغرقت نحو 2.5 ساعة، حيث قام بلف قطعة من اللحم ووضعها كما نشاهد بالقرب من المحرك، وما أن بلغ مقصده حتى وجد قطعة اللحم جاهزة للأكل.